مرحبا بكم مجددا في حلقة أخرى من سلسلة ملخص أخبار الشهر، السلسلة التي لا تنتهي، حيث نلخص أهم أخبار الكرتون التي حصلت خلال الشهر الفائت. وبحكم أنه اليوم الأول من شهر يوليو، إليكم أهم أخبار الكرتون التي حصلت خلال شهر يونيو 2022. في البداية أريد أن أخبركم أن آخر خبر في الفيديو هو الأهم والأكثر جدية من بين كل الأخبار، ووضعته في النهاية لأنني أريد التحدث عنه بشيء من التفصيل. والآن وبدون إطالة فلنبدأ بالخبر الأول. إنه خبر حزين نوعا ما. في الرابع من يونيو تم إلغاء كرتون The Midnight Gospel من نتفليكس، يعني لن يكون هناك موسم ثان منه، سيتوقف بموسمه الأول والوحيد، وهذا مؤسف للبعض. فهذا الكرتون جلب فكرة جديدة حسب علمي، وهي كونه عبارة عن بودكاست بأنيميشن، وسمعت أنه كانت فيه قصة في الحلقات الأخيرة، لكنني لم أشاهد هذا الكرتون بصراحة. وإلى الخبر الثاني والذي خصصنا له فيديو كامل على القناة، وهو صدور تريلر فيلم خامسة بئر النسيان في السادس من يونيو. ولمن لم يشاهد الفيديو، إنه فيلم أنيميشن عربي جزائري قادم يبدو في قمة الروعة والكل متشوق لمشاهدته، لكن ولأن الكثير سألني لا نعلم بعد متى سيصدر. وأريد هنا سريعا تصحيح بعض الأمور التي قلتها في ذاك الفيديو. هذه الشخصية كانت ولد وليس بنت. كيف؟ لم أستطع تصديق هذا، لكن تأكدت من الوصف المكتوب في حساب الفيلم على فيسبوك و... إنه ولد واسمه آدي، والشخص الذي يواجه تهديد التحجر هو آدي نفسه وليس صقر، ولا أدري لماذا سميته صقر أصلا، اسمه الحقيقي ليس صقر. المهم تبين أيضا أن ذاك المخلوق المشتعل اسمه خامسة ليس شعلة، وكلمة خامسة حسب ما كتبتم لي في التعليقات هي كلمة في العادات والتقاليد الجزائرية تشير إلى منع الحسد والحظ السيء. وأيضا قلتم لي أن تلك النقوش المكتوبة على جدران المعبد لم تكن كتابات بلغات قديمة، بل هي كتابات أمازيغية. اعذروني شباب، يبدو أن خبرتي بالثقافة الجزائرية تحتاج التطوير، مع أن أصلي جزائري. إذن الفيلم يحمل إشارات كثيرة إلى الثقافة الجزائرية، وهذا أمر جميل. سننتظر نزول هذا الفيلم، وإن شاء الله نخصص له فيديو عندما ينزل. وإلى الخبر الثالث، في السابع من يونيو صدر تريلر فيلم The Sea Beast من إنتاج نتفليكس، وهذا غريب لأنهم اتجهوا لترك الأنيميشن في الآونة الأخيرة على حد علمي. هذا الفيلم من نفس منتجي فيلمي موانا وبيج هيرو 6، لذا يمكننا توقع أنه سيكون رائعا. عموما من المقرر صدوره على نتفليكس في الثامن من يوليو، يعني بعد أسبوع من الآن. وإلى الخبر الرابع الذي حدث في الثالث عشر من يونيو، وهو صدور الموسم السادس والأخير من جزيرة مخيم فصل الصيف على قناة كارتون نتورك البريطانية. طبعا بعدما شاهدتم فيديو من أين تشاهد الكرتون ستسألونني ما هي كارتون نتورك البريطانية عبد الرحمن؟ إنها قناة تلفزية مدفوعة متوفرة في بريطانيا. بصراحة كرتون جزيرة مخيم فصل الصيف لم أشاهده بعد، لكن رسوماته لطيفة حقا. المهم من المقرر عرض هذا الموسم في الولايات المتحدة خلال العام القادم، وأكيد سيدبلج بالعربية ويصدر على كارتون نتورك مينا في وقت ما قريبا. والخبر الخامس والذي يهمنا، في مهرجان آنسي للأنيميشن الذي استمر من الثالث عشر إلى الثامن عشر من يونيو، تم إعلان المزيد من المعلومات عن سلسلة فيونا وكيك المقتبسة من وقت المغامرة. تم التصريح أنها ستكون موجهة للكبار، لأن معجبي وقت المغامرة أغلبهم كبروا الآن، وهذا يذكرني بما فعله منتجو ساموراي جاك عندما أصدروا موسمه الخامس والأخير وخصصوه للبالغين، وكانت حركة ناجحة. عموما هذا الأمر يثير حماستي بشدة وقلقي في نفس الوقت مما قد تحتويه الحلقات. تم التصريح أيضا أن سلسلة فيونا وكيك ستتكون من 10 حلقات، ولا لم يخبرونا بعد ما موعد إصدار السلسلة. وإلى الخبر السادس، في مهرجان آنسي أيضا أعلنت باراماونت ونيكيلوديان أنهم بصدد إنتاج 3 أفلام من سلسلة أفاتار. نعم يا جماعة، أفاتار سيعود، وحسب الأخبار هذه الأفلام ستحتوي على شخصيات من مسخر الهواء الأخير ومن أسطورة كورا. لا نعرف المزيد من المعلومات الهامة، لكننا متحمسون حقا لهذه الثلاثية. ومع الخبر السابع، في الخامس عشر من يونيو قام جندي تارتاكوفسكي بتوقيع صفقة. وإلى الخبر الثامن، حيث أمزح، قام جندي تارتاكوفسكي بتوقيع صفقة مع استوديوهات كارتون نتورك واستوديوهات وارنر براذرز، وبموجب هذه الصفقة سيقوم بصناعة سلاسل أنيميشن جديدة لهما خلال السنوات القادمة، وهذا يحمسنا لأننا سنرى المزيد من الأعمال الرائعة من هذا المؤلف. والخبر الثامن فعليا هذه المرة، في الخامس عشر من يونيو أيضا صدر تريلر جديد لفيلم القط ذو الحذاء الأمنية الأخيرة، وهو فيلم ينتظره الكثيرون، لكن الخبر المؤسف هو أنهم أخروا صدوره من 23 من سبتمبر إلى 21 من ديسمبر، لكن لا يهم حقا بالنسبة لي، في النهاية إنه مجرد فيلم.
والخبر التاسع، في 16 من يونيو تم إصدار الكرتون المنتظر الذي وضعناه في قائمة أهم 10 أعمال كرتونية قادمة، والصراحة يا ليتني لم أضعه فيها، إنه Dead End Paranormal Park. إنها نتفليكس كما تعودنا عليها، لا شيء جديد، لقد أدخلوا سياساتهم المريضة في هذا الكرتون أيضا. سأتحدث عن هذا الموضوع في نهاية الفيديو أكثر، لكن ولأخلي مسؤوليتي هنا، أي عمل نتحدث عنه في أنيميتس ويتضح أنه يتضمن هذا النوع من السياسات لا ننصحكم بدعمه أبدا. جزء من عملنا هنا أن نتحدث عن أعمال الكرتون ونراجعها، فإذا حاول صانعو هذه الكرتونات تمرير أجندات وسياسات مقززة عبر كرتوناتهم فنحن لن نمررها هنا، وسنحذركم من تلك السياسات إن وجدت. خير مثال على هذا عندما راجعنا الحلقة الثانية من وقت المغامرة أراض بعيدة، شرحنا لكم القصة بعيدا عن أي مشاهد مؤدلجة، وهذا ما سنتبعه مع أي أعمال قادمة. ستقولون لي ماذا عن قصة Dead End Paranormal Park نفسه بعيدا عن السياسات التي تم إدخالها فيه؟ صراحة لا أدري حقا لأني لم أشاهده، لكنه حصل على تقييم 6.5 على موقع IMDb. وإلى الخبر العاشر، في 16 من يونيو تم إصدار تريلر سلسلة جديدة من كونغ فو باندا بعنوان فارس التنين، ومن المقرر صدورها على نتفليكس في 14 من يوليو، ويبدو أنها سلسلة موجهة للأطفال أكثر على عكس أفلام كونغ فو باندا والتي كانت عائلية ومناسبة لكل الفئات. برأيي حان وقت إيقاف حلب كونغ فو باندا. وإلى الخبر الحادي عشر الذي حصل في 21 من يونيو، صدر العرض الخاص من ليجو ستار وورز بعنوان عطلة الصيف، وكما يبدو من الاسم إنه عرض كوميدي بحت. ولا أعلم، لكن أظن أن سلاسل الليجو معظمها تملك طابعا يغلبه الكوميديا ويبتعد عن الجدية، باستثناء نينجاغو وأساطير تشيما كانت قصصهما جدية نوعا ما. عموما من المقرر عرض ليجو ستار وورز عطلة الصيف على ديزني بلس في 5 أغسطس. ونقفز للخبر الثاني عشر، في 24 من يونيو صدر الموسم الثاني من سلسلة Angry Birds جنون الصيف على نتفليكس، وبصراحة الأمر غير منطقي، يعني لقد صدر الموسم الأول من هذه السلسلة قبل 5 أشهر فقط، هذه المدة المفروض تكفي شركة الإنتاج لتفكر في بدء العمل على الموسم الثاني وليس أن تنهيه وتصدره، سرعة الإنتاج تعني غالبا ضعف في الجودة. وإلى الخبر الثالث عشر والأخير، وهو الأهم في الفيديو، في 17 من يونيو تم إصدار فيلم باز لايت يير من إنتاج ديزني وبيكسار، وتم عرضه في السينما حول العالم. لماذا وضعت هذا الخبر في آخر الفيديو عبد الرحمن؟ لأنه يا عزيز المشاهد تم منعه في 14 دولة، منها دول عربية ومنها دول آسيوية مثل ماليزيا وإندونيسيا والصين، والسبب هو وجود مشهد لقبلة جنسيا بين شخصيتين في الفيلم. والحقيقة هي أن سبب وجود هذه القبلة كان لسببين، الأول هو ردا من ديزني على سياسات حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية والتي منعت تدريس الشذوذ الجنسي في مدارس الصغار. رد ديزني كان عن طريق وضع الشذوذ الجنسي في أعمال يشاهدها نفس هؤلاء الصغار. أما السبب الثاني وراء وضع ديزني لهذا المشهد فهو المساهمة في تطبيع الشذوذ الجنسي على مستوى عالمي. ودعونا نقول لكم، ديزني تخطط لفعل المزيد من هذه الأمور في المزيد من أفلامها حسب كلام مدرائهم. This is Carrie Burke, who is the president of Disney. Here is a mother of 2 queer children, 1 transgender child and 1 pansexual child. One of our execs stood up and said, you know, we only have a handful of queer leads in our content. And I went, what? That can't be true. And I realized, oh, it actually is true. And I hope this is a moment where the 50% of the tears, sorry, are coming. We just don't allow each other to go backwards. She have apparently made clear that they are going to be putting as many LGBTQ in as many Disney movies as possible. I think that is totally unnecessary. I don't want you to work out your wokeism on my kid. الأمر لن يتوقف على فيلم واحد ولن يتوقف على شخصيات جانبية أو رئيسية، إنهم على وشك الدخول في حرب سياسية شاملة ضد الاتجاهات المحافظة. باختصار، إنهم على وشك تحويل الكرتون إلى ساحة حرب سياسية، سيقومون بتسييس الفن، يعني بدلا من مشاهدة أفلام لتخرجك قليلا من واقعك الصعب ستجد أنها تقحمك في الصراعات أكثر، وهذا يجعل أفلامهم سيئة حتى لو كانت لها قصة أسطورية أو تحريك أسطوري لا يتكرر في التاريخ. مجرد إدخال السياسة في الموضوع سيدمر كل شيء. لكن هاي، تريدون إدخال سياساتكم الاجتماعية المريضة في الأنيميشن؟ إذن سوف نقوم بإعلان رفضنا التام لها في كل مكان عبر الإنترنت، ويمكنكم بالفعل رؤية ذلك الرفض بشكل واسع. لدينا وسيلة إعلامية أقوى بمئات المرات من أفلام ديزني، واسمها الإنترنت، شبكات التواصل الاجتماعي. أعزائي، كما ترون نحن لنا ديننا وهويتنا، لنا ثقافتنا، كل الشعوب هكذا،
وإن أرادوا استعمال أفلامهم في إقحام سياساتهم الاجتماعية المريضة في مجتمعاتنا بحجة أنهم أحرار في إنتاج ما يريدون، إذن نريد تذكيركم، نحن أيضا يحق لنا أن نعبر عن رفضنا لهذه السخافات ولهذا الشؤوذ. نحن زبائنهم، نحن من نشاهد منتجاتهم، نحن من نعطيهم المال، ويمكننا أن نحرمهم منه في أي وقت، والأفضل من هذا حتى نستطيع أن نحرمهم من الحصول على أي قرش رغم استمرارنا في مشاهدة منتجاتهم. ما الذي أشير إليه هنا؟ أشير إلى شيء شائع للغاية، وكما يقولون اللبيب بالإشارة يفهم. لا نحتاج لمقاطعتهم حتى، يمكننا تدميرهم ونحن نشاهد كل أعمالهم، لكن من الأفضل أن نبعدها عن الأطفال دون سن الرشد فحسب. هكذا سيفهم الحمقى في ديزني أن الحرب على أطفال زبائنهم لن تعود عليهم بالنفع، لا ديزني ولا نتفليكس ولا أي شركة أخرى. على أي حال، كان هذا كل ما لدينا لهذا الفيديو من أنيميتس. اكتبوا في التعليقات آراءكم بشأن الأخبار وبالذات الخبر الأخير، وكان معكم عبد الرحمن الطيب، ونلقاكم في الفيديو المقبل. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money